دعت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط جماهير سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 للحضور والاستمتاع بجميع فعاليات الجولة الاولى من بطولة العالم للفورمولا 1 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم السبت المقبل. هذا وتم اطلاق سباق هذا العام تحت عنوان 20 عاما من صنع التاريخ. تزامنا مع الاحتفال بمرور 20 عاما على استضافه حلبة البحرين الدوليه لسباقات الفورمولا 1 في مملكه البحرين، كما ينطلق سباق هذا العام كجوله افتتاحيه في تقويم الموسم الجديد للفورمولا 1 2024 المكون من 24 سباقا على تقويم الاتحاد الدولي للسيارات، وستكون حلبة البحرين الدوليه خلال الايام المقبله محط انظار العالم لانطلاق سباقها التاريخي.